مساكم الله بالخير، معكم أدهم من تيك بويس. اليوم راح نسوي مراجعة لأحد أفضل الهواتف أو أفضل هاتف قدمته هواوي، اللي هو هواوي اسن ميت 7. بالنسبة لهذه المراجعة راح نبدأ نتكلم عن التصميم، الشاشة، الأداء، الكاميرا، البصمة، وأخيرا البطارية. وتقدر تضغط على أحد الكلمات عندك بالشاشة أساس تنتقل للقسم المخصص لهذا الشيء. لو نبدأ أولا بالتصميم، طبعا الواجهة الأمامية للهاتف راح تلاحظ في عندك مصنوعة من الزجاج بالكامل. الهاتف فعلا كبير، عندك شاشة هنا بحجم 6 إنش. من ناحية التصميم، هواوي تتميز في التصاميم صراحة. أجهزتها غالبا تستخدم الزجاج ومواد رائعة. الميت 7 تفوقت على نفسها وحتى على كثير من الشركات المنافسة، استخدمت الألمنيوم بالكامل سواء من الأطراف سواء من الخلف، بس الجهة الأمامية طبعا اللي هي من الزجاج. لهذا طبعا فعليا يعتبر مواد استخدمت في تصنيع هذا الهاتف تعتبر أفضل بكثير من المنافسين، حتى من منافستها الأولى اللي هي سامسونج. لما نجي نطالع في الهاتف من الجهة اليسرى، راح تلاقي بأن الهاتف يدعم شريحتين بالحجمين، المايكرو والنانو، وهذه شغلة جدا ممتازة. كذلك تقدر تستبدل شريحة النانو بأنك تحط بدالها ذاكرة خارجية، وهذه فكرة كانت حلوة. من الجهة اليمنى راح تلاقي عندك الأزرار الخاصة بالصوت وزر الباور. أما من الأسفل راح تلاقي المايك ومخرج المايكرو USB، وأخيرا من الأعلى أيضا مايك ومدخل السماعات أو الهيدفونز. بالخلف راح تلاقي عندك الكاميرا اللي هي 13 ميجا بكسل ومعها فلاش أحادي. أسفلها راح تلاقي المربع الخاص بالبصمة. لما نبدأ نتكلم عن الشاشة، الشاشة في هذا الجهاز هي 6 إنش، دقتها 1080. ومن الشاشة الكبيرة إلا أنك ما راح تعاني منها سواء في قراءة النصوص، في استعراض الصور والفيديوهات وغيرها. احد الاشياء الجميله جدا في هذه الشاشه هي التقنيه اللي استخدمتها الشركه في الاضاءه. الاضاءه جدا ممتازه سواء في الاماكن المغلقه او حتى تحت اضاءه الشمس. الواجهه في هذا الجهاز هي بنسختها الثالثه واسمها ايموشن يو اي. لاحظت بانها اصبحت افضل من السابق، اسرع، وفيها الكثير من المميزات اللي اضافتها لك الشركه. مثلا انك تقدر تدخل الجاليري، تسحب من فوق لتحت راح توصل بشكل سريع للكاميرا الاماميه او حتى الكاميرا الخلفيه. في الكثير من المميزات الأخرى اللي ممكن تلاحظها سواء في شاشة القفل، مثل السحب من الأسفل إلى الأعلى، والكثير من المميزات الأخرى اللي حتى استعرضناها سابقا. لهذا من ناحية الأداء في هذا الهاتف أشوفه جدا ممتاز. طبعا هذا الهاتف نسخة 16 جيجا بايت راح تحمل 2 جيجا بايت رام، بينما نسخة 32 جيجا بايت راح تحمل 3 جيجا بايت رام. وحتى في نسخة 2 جيجا بايت رام لاحظت بانه سريعة، اسرع من هواتف اخرى من ناحية الاداء بصراحة. واجهة هواوي جدا رائعة، تستخدم اسلوب مختلف شوي رغم ان النظام يستخدم اندرويد. فعليا كل التطبيقات اللي تحملها راح تكون عندك موجودة في الواجهة، تقريبا هذا نفس اللي موجود في فكرة الاي او اس. ما راح يكون عندك زر انك توصل للتطبيقات، وهذه ممكن تكون اختصار سريع للوصول للتطبيقات، انا شخصيا افضله، لكن بالنهاية هذه ممكن تكون اراء من شخص الى اخر. لو نرجع نتكلم عن الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف هي 13 ميجا بكسل، بينما الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل. واجهة التصوير في هذا الهاتف اشوفها جدا رائعة، سهلة فيها الكثير من الخيارات، تشابه تقريبا واجهة الايفون لكنها سهلة للغاية. في عندك هنا فوتو، لما تغير اليمين يطلع لك فيديو، او في عندك اول فوكس، وهذا يقدر يسوي لك فوكس على اشياء كثير في نفس الوقت. راح تلاحظ هنا من راحة الاعدادات في عندك خيار البيوتي بانوراما HDR اللي راح يساعدك في التصوير في اضاءات منخفضة او بمختلف الاضاءات، البيست فوتو اللي راح يلتقط لك مجموعة من الصور يختار لك الافضل، وفي عندك الاوديو نوت والعديد من الخيارات الاخرى اللي ايضا استعرضناها بشكل سابق. من ناحيه التصوير السريع، زودت هواوي ميزه انك تضغط على زر خفض الصوت مرتين، وراح تلاحظ انه يفتح الكاميرا ويصور بشكل سريع، ويعطيك الوقت انه قدر يصور خلال 0.8 اجزاء من الثانيه. طبعا ما راح يكون التركيز جدا ممتاز، لانه راح يكون تركيز كل الهاتف هو على السرعه. احد اهم الاشياء في هذا الهاتف هي البصمه الموجوده بالخلف. البصمه جدا ابدعت فيها الشركه، على عكس سامسونج وعلى عكس حتى HTC، الشركة فعلا صنعت أفضل بصمة مقارنة بهواتف أندرويد الموجودة في السوق. هذه البصمة وضعت بالخلف لأنك لما تمسك الهاتف بهذه الطريقة تقدر توصلها بشكل سريع بمجرد ما توضع أصبعك بهذه الطريقة. هذه البصمة تمكنك من فتح الهاتف حتى لو كان في وضع الخمول أو في وضع الإثبات، وهذه شغلة جدا ممتازة. أنت ما أنت محتاج أنك تفتح الشاشة على أساس تفتح البصمة، لا، تقدر أنك تفتح الجهاز بشكل كامل مجرد ما تحط اصبعك بالخلف، هتلاحظ بان الشاشه تفتح تلقائيا. فعليا
لاحظت بأنه البصمة دقيقة. نعم ممكن أنها مرات قليلة ما تلاحظ إصبعك، لكن غالبا راح تلاقي بأنك مجرد ما تضع إصبعك الجهاز راح يميزه. بالإضافة إلى أنه هذه البصمة تتلقى وضع إصبعك بأي طريقة تبغاه، وهذا عكس اللي شفناه في الجالكسي. مشكلة أجهزة الجالكسي أنك لازم تحرك إصبعك من الأعلى إلى الأسفل، ولا بد يكون بنفس الطريقة دائما من الأعلى إلى الأسفل. لو حاولت بطريق أخرى هذا الشيء راح يفشل. في جهاز الهواوي جهاز مختلف تماما في الأسلوب، مجرد ما تضع إصبعك راح تفتح البصمة، بالإضافة إلى أنك تقدر تضعها بأي جهة بأي حالة كانت، ما عندك مشكلة. حتى لو كان الهاتف مايل شوي ما راح يقعد يقول لك لابد تعيد التجربة، مثل ما شفنا في الجالكسي اس 5 وغيرها من الهواتف، وهذه نقطة تحسب للميت 7. طبعا البصمة في هذا الهاتف طبعا تستخدم للكثير من الاستخدامات، من بينها الكاميرا. إذا كنت أنت تبغى تصور مثلا، هنا عندنا جهاز البلاك بيري باسبورت نبغى نصوره، مجرد ما تضع بصمتك بالخلف راح تلاحظ بأنه يلتقط الصورة، راح يسوي تركيز ويلتقط الصورة. هذه الميزة ممكن تفيد لأنك أنت تستخدم شاشة هنا 6 إنش كبيرة بالحجم، وراح تكون فائدة أكبر إذا استخدمتها مع الكاميرا الأمامية، لأنها تعمل مع الكاميرتين الخلفية والأمامية. فبالتالي إذا كنت تلتقط سيلفي، مجرد ما تضع إصبعك راح يبدأ بالتقاط الصورة بشكل سريع جدا، بدون ما تحتاج أنك تقعد تحاول تصل إلى زر التصوير. لا تنسى بأن هذه البصمة تقدر أيضا تستفيد منها مع المزيد من التطبيقات، بحيث أنك تفتح تطبيقات معينة، أو حتى تستفيد منها في الدفع من خلال باي بال وتطبيقات أخرى. فعليا أعتقد أن هواوي أجادت فعلا 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 صناعة هذه البصمة، قدمت لنا أفضل هاتف أندرويد مزود بالبصمة بوجهة نظري. أخيرا راح نتكلم في هذا الجهاز هو عن البطارية. البطارية الموجودة في هذا الجهاز سعتها 4100 ملي أمبير، حجمها كبير جدا، ما راح تقدر تفك هذه البطارية، لكن فعليا راح تقدر تسوي فيها الكثير من الأشياء. البطارية بهذا الجهاز راح تستمر معك يوم كامل بالتأكيد، ويعتمد على استخدامك. إذا كان استخدامك خفيف راح تستمر إلى يومين، إذا متوسط يمكن يوم ونص، وممكن، لكن الأكيد أنه بنهاية اليوم راح تلقى ما زال عندك القليل من البطارية. أسلوب الاستخدام طبعا يفرق من شخص إلى آخر، لكن بالنهاية كنا نتفق بأنه البطارية في هذا الجهاز ضخمة جدا. سعر الجهاز جدا مناسب، يبدأ من 1800 ريال رغم هذه المواصفات العالية جدا، متوفر بثلاثة ألوان اللي هو الرمادي والذهبي وكذلك الفضي. نسخة ال 32 جيجا بايت راح تكون متوفرة بثلاثة جيجا بايت رام، وهذا الفرق بين النسختين. أعتقد فعلا بأنه هذا الجهاز يعتبر أفضل جهاز صنعته هواوي وقدمته لعام 2014. كان معكم أدهم من تيك فويس، إذا كان عندكم أي استفسارات لا تنسون تضعونها بالتعليقات، راح أحاول قدر المستطاع أجاوب عليها. أشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامة.